أنا نملة صغيرة، حياتها قصيرة، لكنني وفية، دؤوبة ذكية، أعاون الجماعة، لا أتكن ساعة، فنحن إننا تعمنا المجاعة. ذات يوم خرج نبي الله سليمان في حشد عظيم من جنوده من الإنس والجن والطير. ولما اقترب سليمان وجنوده من وادي النمل رأته نملة، فاشتد خوفها وجزعها على قومها، فانطلقت تناديهم بأعلى صوتها: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. فاستجاب جميع أفراد النمل للنداء، فمر ركب سليمان بسلام ولم تصب نملة بأذى. نحن جميعا مملكة، نمشي جموعا سالكة، كل الدروب الشائكة، نمضي لنحمل رزقنا، ونعود نحمد ربنا. في يوم كنا خارجين وعلى الرواب سالكين، فإذا بجند قادمين وأمامهم ملك آبي، فوقفت أنذر من معي: هذا سليمان النبي، احذروا من بأس خيله واختفوا ولو لحين. فروا جميعا مسرعين، صاروا جميعا آمنين، فحمدت رب العالمين، حمدا لرب العالمين، حمدا لرب العالمين. وسمع سليمان عليه السلام قول النملة وفهم كلامها: هذا سليمان ابتسم من قولتي، لما رأى الخوف ارتسم في نبرتي، فدعا الذي قد علمه لغة الخلائق أجمعين، أن يرزق أن يمنحه الفوز فوز الصالحين. هذا أنا يا إخوتي، الله سجل قصتي بالنور والحق المبين. حمدا لرب العالمين، حمدا لرب العالمين.